خلينا نتكلم على ماتش الجزائر وتحويل الهزيمه الى فوز، وانت راجل اساسي ولك دور كبير مع الفرق. طبعا احنا ماتش الجزائر خرجنا ما بين الشوطين كنا خسرانين 1-0. الدنيا كانت مظلمه في عينك شويه ولا كنت حاسس انه في لا كنت أمل. كنت حاسس ان في امل وان شاء الله ان احنا هنرجع، لان احنا كنا كويسين. وطبعا الجهاز الفني زي ما بقول لحضرتك ما بيأثرش معانا خالص، وكابتن كابتن احمد الكاس على طول حطت ثقته فينا وهو بيقول لنا الكلام ده. طبعا حفزنا ما بين الشوطين ونزلنا احنا ما بين بعضنا، جمعنا نفسنا قبل ما نلعب، قبل ما نبتدي الماتش. اهم كلمه اتقالت ايه قبل الشوط الثاني في ماتش الجزائر؟ لا لازم نفرح مصر، لازم نفرح مصر، اللي احنا بننقذ جيل كامل. احنا في ايدينا الجيل. لا لا عيد لي الكلمه دي ثاني، بننقذ جيل كامل. بننقذ جيل كامل، احنا اللي في ايدينا الجيل كله. ايه ده بجد؟ يعني احنا كنا لازم نكسب عشان يعني نفرح مصر طبعا. وان احنا كان في ايدينا مسؤوليه كبيره، اللي احنا شايلين جيل 2008 ده كله. فكنا لازم نكسب. ما كانش في اي حل تاني. بعد المكسب بالتاكيد المعنويات ارتفعت جدا. احكي لي بقى الشكل في المعسكر كان عامل ازاي، من هزيمه قاسيه بخماسيه الى فوز مهم جدا على الجزائر بثنائيه. طبعا كان فوز مهم جدا وكل الجهاز كان مبسوط حتى اللعيبه، بس طبعا كابتن احمد الكاس جمعنا وقال لنا احنا لسه ما عملناش حاجه، واحنا ما ينفعش نفرط في الفرحه. طبعا ان احنا كنا لازم نكسب الماتشين الجايين، هو قال لنا نفرح اليوم ده. وطبعا كنا لازم اليوم الثاني نبتدي التركيز عشان كان قدامنا مهمه كبيره. طبعا ماتش تونس كان ماتش صعب. بس طيب احكي لي يا ياسين عن بعد الفوز وبقت الدنيا قريبه وبنلعب بتونس، بس ماتش صعب جدا، فرقه كويسه وبعدين بتتقدم علينا مرتين. بحكي لي مشاعركم بره، كنتوا بتتكلموا ازاي مع زملاتكم جوه بقى، لانه حمزه موجود في الملعب وحمزه موجود في الملعب وبلال موجود في الملعب ومعظمكم ما شاء الله موجودين في الملعب. اتعاملتوا ازاي مع الهزيمه مرتين ثم العوده ثم اللقطه اللي انا جبتها لزملاتكم هجيبها لكم تاني، كلكم بقى بتطيروا على بعض فرحه الفوز وفرحه ان شاء الله التاهل. احنا اول حاجه بس احب اشكر كابتن الكاس والجهاز الفني كله، لان هو جدد ثقته فينا صح في بعد الهزيمه، فكانش حاسسنا باللي بادئ، كان قاعد دكه، كان بره السكور، ما كانش حاسسنا باي فرق خالص. كان كلنا انتوا كلكم ولادي. فطلعوا اللي عندكم، انتوا مستقبل مصر، انتوا اللي هتنقذوا جيل 2008، وانتوا مستقبل الكوره يعني ان شاء الله باذن الله. فهو ما حسساش باي فرق خالص من اللي كان بره اللي بيلعب ولا ما بيلعبش خالص. اذا روح الفريق هي اللي سادت اكيد، ودور الكابتن احمد الكاس، كابتن محمد ابراهيم، كابتن رامي عادل، كابتن وليد مهدي، كابتن احمد فوزي، كان واضح انها مأثره جدا عليكم اكيد طبعا، لانه كان بيعمل لنا محاضرات كتيره جدا، وكابتن وليد طبعا مش قادر لازم اشكره جدا يعني. كلكم بتحبوا وليد مهدي ما شاء الله. كويس جدا صراحه. عم وليد كله بيحبك يا عم وليد ما شاء الله، هو يستاهل يعني. هو كان على طول بعد ماتش المغرب كان يجي يجمعنا ويكلمنا يقول لنا خلاص يا رجاله، يعني انتوا مستقبل، وانتوا رجاله كبيره جدا وعلى قد المسؤوليه. ايوه يعني خلاص انسوا بقى ماتش المغرب. فكان ليه دور كبير جدا جدا في اللي هو برده يخرجنا من الكبوه اللي احنا كنا فيها دي. فكان بعد طبعا كابتن احمد الكاس وكابتن محمد ابراهيم وكابتن رامي عادل وكابتن احمد فوزي. مش قادر يعني، يا رب ما كنتش نسيت حد يعني طبعا. لا هم دول الجهاز يعني كلهم حبايبنا. واحب اشكر جدا الجهاز الطبي لانه تعب معانا جدا، كان كريكفري، كان كل حاجه كان سادد معانا جدا. طيب خلينا نروح لحمزه، يعني في وسط اللي بنشوفه دلوقتي في العالم، يعني بنشوف لامين يامال، بنشوف اندريك، بنشوف مهاجمين شبان، والاهلي دايما بيتكلم على مهاجمين، وانا الحقيقه دايما بتكلم عنك كويس، دايما بتكلم على بلال عطيه كمان كويس. هل حسيت انه البطوله دي ممكن تقربك للفريق الاول، ممكن تستدعى للتمرين؟ لانه انا كمان اسمك انا عارف انه بدا يتردد، واسم بلال كمان بدا يتردد الفتره اللي فاتت. طبعا الحمد لله، والواحد طبعا حلم ليه ان هو يلعب مع الفريق الاول ويتصعد معاهم ويجيب بطولات للنادي الكبير ده. وان شاء الله قريب يعني نتصعد كلنا يعني، وعشان احنا جيل فعلا نستاهل ان احنا نتصعد. وان شاء الله هتصعد يعني، وازمه المهاجم هي يعني دلوقتي وسام مادي بشكل وسام؟ كويس. وسام كويس يعني، شغال بشكل كويس، وان شاء الله يعني انت نفسك تقول لهم في مهاجمين موجودين في النادي الاهلي، ما عندناش ازمه مهاجم، بس بصوا علينا. هو حقك. صح، هو يعني قريب ان شاء الله. ان شاء قريب. الله يعني حاسس واحنا خطوه خطوه يعني ناخدها، وان شاء الله قريب يعني نتصعد ونأدي يعني بشكل كويس. حاسس ان المنتخب قربك؟ طبعا النادي اللي احنا بنأدي بشكل كويس في النادي عشان نطلع المنتخب. صحيح. وبعدين نأدي بشكل كويس في المنتخب عشان نرجع النادي يبقى النادي صعدنا مثلا كده.
فاحنا النادي بيجيب المنتخب والمنتخب بيجيب النادي، فالاثنين مرتبطين مع بعض. العيال دي بتتكلم حلو كده، العيال دي شاطرين قوي ما شاء الله. ايه الجيل الجميل ده اللي بيبشر بكل خير، ده الثلاثه واللي قبلهم الاربعه ما شاء الله، حاجه تشرف يعني. طيب زملاتك قالوا انه احنا كان املنا نروح افريقيا عشان نروح كاس عالم، احكي لي امالك واحلامك في كاس العالم، بس لازم تتاهل عن بطوله افريقيا، وخلي بالك مش هتلاقي مستوى اصعب من اللي انت لعبته في التصفيات، يعني دي اصعب تصفيات، تلعب تونس والجزائر والمغرب وليبيا. طبعا اكيد في السن ده كله عارف ان افريقيا يعني الاحجام اكبر طبعا. نعم. كده بس احنا في الفرقه احنا بنتعود ان احنا نلعب كورتنا مهما حصل، وحتى في شمال افريقيا في البطوله كان في ضرب كتير، بس احنا الجهاز معودنا ان احنا نلعب كورتنا مهما حصل، حتى لو خسرين في الاخر كسبانين نلعب كورتنا. وان شاء الله نأدي بشكل كويس في بدأت في افريقيا. بتحلم بكاس العالم بتأهل؟ اكيد من أكيد. بدري يعني من اكيد بدري. حلم كل واحد يعني. بس عايزين ناخدها خطوه خطوه، ما نبصش لكاس العالم واصلا ما نلعبش افريقيا. فنركز ان احنا ناخد بطوله افريقيا، ما نتصعدش بس ناخدها كمان، ونطلع على كاس عالم، وليه ما نكسب كاس عالم يعني، ايه المشكلة؟ جميل، ايه المشكلة؟ صحيح مفيش مشكلة ان شاء الله.